هشام عبور صحفي حر، هشام عبور صحفي حر، هشام عبور بزاف الناس يتساءلوا هل ستغير المعطيات في الجزائر؟ هل ستغير سياسة النظام الحاكم مع رحيل نزار؟ هل سيكون فيه انفراج؟ معرفتي للأوضاع في الجزائر، وهذا يعني نعطيه بالدليل أنه نزار لم يكن مساهما في تعيين تبون على رأس الجمهورية الجزائرية، لا من بعيد ولا من قريب. وعلاش؟ لأنه ما كانش في نفس الكلام عن قايد صالح، أو كونترا كان ضد، كان ضحية قايد صالح. لما قايد صالح تعسف دوماج ما دخلش الحبس، ما دخل توفيق، إلا أعطى له فرصة يضرب. هذه كانت أجمل حاجة توصل. بقى ما عندوش شنقريحة نفس الشيء، ماشي هو اللي وصل لهذيك البلاصة. في عهد نزار شنقريحة كان مرمي في الصحاري، كان انكوني، كان انكوني. ما وقف الحرب الأهلية أخي، كان في باليسترو في الخضارية يقتل في الناس وكذا، ويشعل النار في الغيب، هذا واش كان يدير. دونك لا من بعيد ولا من قريب نزار كان عنده تأثير على شنقريحة وعلى تبون، أو كان وراء وصولهم للمنصب الوفي. لا، هو الشيء اللي يعني قال إنه شنقريحة كان فهم معاهم مع جماعة تاعهم وكذا باش عاود الراديكال كسروا الشراح وخرجوا براءة، والاخر بعثوا له طيارة جا وكذا. ولكن وشنقريحة قوم ساكن قريب ليهم في الفال دو حيدرا، هما سكنان ديالهم، هما بناو به في 81 داو لي تيرا، في 81 داو لي تيرا اللي بناو فيهم. شنقريحة مدي فيلا دو فونكسيون، فيلا تاع وظيفة تاع وزارة الدفاع، دونك يروح يسهر معاهم نهار اللي خرجوا من الحبس وكذا. بور لوي سي كيوريوزيتي، يحبش يتعرف عليهم هادو اللي كانوا ربوب وكذا، هو ولا هو اللي ولا عرب ذاك الوقت، دونك يروح يشوفهم. قصر 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 ما عاد جبد بيهم، خلاص ما عادش. لا دابور الاخر مرض تبركل، لا وتوفيق ثاني راهو مريض، وزيد ما يقسمش معاهم السلطه، لانه لما كانوا هما في السلطه ما قسموش معاه. كان مطيح في الصحاري 18 سنة هو في بشار. تقول لي صح، في بشار كان دار دراهم باش كان يترافيكي في الكيف وفي ال، بصح بعد بزاف 18 سنة، قعد في الكراد 17 سنة، ولا 14، لا 17 سنة في الكراد و14 في تيندوف. يعني تحجروا في عهدهم، ما كانوش يسمعوا به، خلاص ما كانوش يسمعوا به، دونك يفوا با. وعلاش يجي اليوم يقسم معاهم ويخليهم يدبروا ويعطيهم جزء من السلطة ديالو يمارسوهم؟ لا، يخلي كلش ليه. تعلم منهم شي يعتزل بس كما يعرفش السلطة مو مع توفيق، تعلم منه يدبر عليه وكذا، منه لأنه توفيق خرد كبير تاع خرد، يخرج وقتها منه وكومبروات وهذه وهذه، تعلم منه شي حوايج، سمع منه شي حوايج، وسلام بعد تربح. تبون ما يلاقيهم، ما يشوفهم، ما يشوفهم. دونك نزار
ما كان حتى تأثير على السيستر. كل ما كان يحوس هو أنه ليه ما يتمسش، ما يتمسش في إطار لرجلمنت كونت، تصفية الحسابات كما يريدوا فيهم الأحباس. هو سرق، نهب، اختل وما داواش، لا هو لا وليده، لا هو لا ولده. درك الناعور الدور، درك يقدروا يدي ولده ما عندهم على يحشم، وبالعكس يضحيوا به باش يبينوا كيما لقيت صالح. هاي السياسة تاعنا لقيت صالح باش زعما الشعب يجي معاه، راح رمى الساعي بوتفليقة وتوفيق في الحبس. كش اللي كان يشوف في الحبس يقول لك اه كان يستنى، دارهم بالخميس، بعدهم بالخميس استنى نهار الجمعة الناس ايه تلعبها مع شعب جزائري، انت ما تكلفش شعب جزائري. هذا كانت الحكاية. دونك زيد المدة الأخيرة هذه كامل يعني الزار كان غايب عام وهو مريض، عام وهو مريض، ما يقدر لا يدبر لا كش ما شيء تغير، ما تغير حتى شيء. بقات السياسة تاع تبون وتاع شنقريحة سياسة الجمود، كلش جامد والكذب، وكذب وقلتو فابيان ورانا درنا ورانا. ولكن بعد ظهرت هون الاقتصاد مشلول، نهار اللي حبوا يدخلوا البريكس لهم هذا ماهوش صاد، قول له يا عمي دخلني معاك صاحبك دخلك لا. ومن بعد ظهروا دابزوا مع الناس كامل، ما خلا حتى واحد في لافريك اللي كان دائما يقادرون الافارقه، الثالث خمجها معاهم تبون وشنقريحه. لانه هذا الثنائي يمشي مع بعض في زوج، ما يعرف ولا دبلوماسيه لا سياسه لا والو. هذوما كانوا خدامين حزام عند العصابه، صبر روحهم شيفان، واللي مقيود ما يقيد يشد المقذف. ايه هذه قالها الحاج محمد العنقه كما اليوم في الصاد جبدوها لهم، حطوا لهم لنا حطوا لهم ما ابيات سبحان الله يا لطيف تاع مولود يا صحابي اسمع مش متقولوش بلي قالوا كان اللي يجي كان اللي يجي ضيف القشم رسم وعالم في داك في التيفو. المهم دونك نزار ما كانش قادر ياثر، توفيق ما ياثرش، شيء ما يتغير مع رحيل نزار، شيء ما يتغير في سياسه تبون وشنقريحه. الوحيد اللي قادر ياثر في سياسه تبون وشنقريحه هو الشعب. اذا ناظروا الشعب كلكم راهو نظام على العراية أضعف من النظام اللي كان فيه بوتفليقة وكان فيه توفيق اللي يقول له رب الجزائر، كان أضعف، راهو أضعف منه. شفتوا كاش توفيق تنحى بسهولة، نصف عليه تنحى، بوتفليقة نصف عليه تنحى، قلنوا الحراك هو اللي طيح بوتفليقة وجماعته. الحراك قادر يطيح إذا بوتفليقة شد من 19 فبراير حتى 30 افريل، تبون وشنقريحة ما يشدوش السمانة، ما يشدوش اسبوع، يبداو جاي ياكلوا بعضهم من مخوفين ياكلوا بعضهم. والشعب من بعد الخطرة ما يلزمش يخليهم يسرقوا له الثورة ديالو، تصاير اللي راح يسرق الثورة راح البوال هو اللي راح يسرق، عسكري باش عنده السلاح ما يقدرش، لانه كان حاجة ما يقدرش يعاود على الجيش وما يقدرش على البوليسية، لأنه لما تخلط راح تنوض ما بين المعلم تاع البوليسية والمعلم تاع العسكر. المعلم تاع البوليسية يسال بحسيفة راح ذاك الوقت يقول له خلص، ولكن يزمي روحو كاع كيف كيف، باسكو سو سوا المعلم تاع البوليسية ولا تاع العسكر كلهم الآخر وجهين لعملة واحدة. ما تشوف ما عندك ما تخير في ولاد الكلبة، كلهم كلاب. عشان الكلام ربي يقدر خير بلادنا، ربي يبعد عليها من الحرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هشام عبوس نشر النجوم دوما الإرهاب يا ليجينيرو هشام عبوس نشر النجوم دوما الإرهاب يا ليجينيرو.